بقى في تصريح الفنانة الكبيرة عفاف شعيب، وربما يكون هو الأكثر إثارة في 2020. الفنانة الكبيرة عفاف شعيب قالت في حوار لها في اليوم السابع بالظبط كده، هنشوف على الشاشة: الراجل اللي بيغسل المواعيد ما يبقاش راجل. انا قلت كمان نص راجل، هي قالت ما بقاش راجل اساسا. وقالت الفنانه عفاف شعيب انها اكتشفت ان هناك بعض الازواج خاصه المتزوجون حديثا بيهتموا بالاعمال المنزليه بصوره كبيره، وبعضهم بيلجا الى المطبخ وبيتولى غسل الصحون بنفسه. وتابعت في تصريح خاص لليوم السابع: والبنات فين اهاليهم؟ معلمهمش الصح ليه؟ ولازم تكون نظيفه في بيتك وشكلك، وان يعني ما ينفعش الراجل ما يبقاش راجل، وان الراجل بيغسل مواعين ده يبقى نص راجل يعني. طيب ده اللي قالته الفنانه عفاف شعيب، ويعني المفروض انها تكون موجوده معانا بعد قليل عشان لو لها تعقيب او تعليق على الاثاره اللي تمت. هجوم بعض الفنانين بقى، يعني شفنا دينا، الفنانه دينا، كثير من الفنانين قال لك لا ده احنا انت عايزه الراجل اللي الست تجيب لك كوبايه الميه لغايه عنده، وفي اللي طلع قال لها انا بغسل المواعين بكل فخر. دكتور صبري، يعني انت شايف ان الراجل شرعا ممكن يساهم بشكل او باخر في غسيل المواعين ولا ما يغسلش؟ والله شوف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان الرسول في بيته. الرسول كان يتعاون مع زوجاته في البيت، خدت بال سيادتك، وكان يطلب من زوجته السيده عائشه مثلا يقول لها يا عائشه اطعمينا، يا عائشه اسقينا، يا عائشه ناولينا. اي شيء بين الزوج والزوجه بالتفاهم والتراضي يبقى لا كلام لنا فيه، حتى لو في غسيل مواعين هم يتفقوا، ما دام متفقين على كده وراضي على هذا لا دخل لنا بهذه، يعني دي حياه زوجيه، حياه زوجيه لا تدخل فيها. لكن السيده الفاضله الحاجه عفاف، عفاف انا عارف ان اخواتك كانوا تلاميذك، واخد بالك؟ اخواتك تلاميذي ولنا شرف في هذا. نعم. ربنا يبارك في الاسره جميعا ان شاء الله. طبعا بتقول هذا الكلام باعتبار مكان الزوج بيسموه السيد. السيد ده مش موجود النهارده، ده احنا بنشوف ازواج للاسف يقوم باعداد كل ما يتعلق بالبيت حتى نظافه الاولاد الصغيرين. طب ليه قلت للاسف؟ واخد بالك؟ لكن ايه يا عم، انت من شويه دكتور صبري بتقول لي لو بالاتفاق، يقول لي بتعاون معاه وهو راضي بكده، هتقول له ايه؟ تقول ما تعاونش؟ خلاص هو حر، ما دام الراجل راضي على نفسه شيء قد يعتبره بعض نقيصه وقد يعتبر بعض من باب الايه؟ التعاون والتضامن. طب انت ليه لا حرج علينا في هذا؟ طب ماشي لا حرج، ولكن ليه ما تقولش بعد كده لما بنسمع عن حالات الطلاق يقول لك ده بعمل قلت صوابع شمع، يعني ما بتعملش حاجه، ده حتى الاطباق بغسلها، ده حتى تنظيف البيت بعمله، ده ما الراجل ممكن يهج بقى بسبب ده، ممكن يروح يتجوز عرفي من وراه عشان ده. يبقى خلي بالك في فرق بين الراجل يتعاون مع زوجته برضا وطيب خاطر، ايوه، وبين الاجبار على فعل. لا هي في واحده هتجبر جوز يغسل مواعين كده؟ الحياه الزوجيه حياه تعاونيه تضامنيه. ايوه دكتور، بين الزوج والزوج. ايوه في زوجه هتجبر الزوج انه يغسل مواعين؟ هنوصل لكده؟ ممكن ممكن واكثر من هذا. ايه بقى؟ في حاجات كتير ما فيش داعي لذكرها، ما فيش داعي لفضايح. في حاجات ممكن تحصل الزوجه تامره وهو يستجيب لهذا، خلاص الراجل عدى شهواته ورغباته وراضي بهذا، تعمل له انت ايه؟ فيه. هو راضي وهي راضيه وهم راضيين مع انت بعض، انت مالك يا قاضي؟ عارف انا راضي وانت راضي؟ ايوه خلاص، هو ما عارفش مش عارف يقول ايه بعدها. طيب تمام، هو في علاج للخشونه؟ الخشونه، ولازم العيان يفرق ما بين علاج الام الخشونه وعلاج خشونه الركب. خشونه الركبتين ده مرض هيحصل، ده زي الشعر الابيض اللي بيحصل لاي حد فينا، تقدم في السن، اصابه قديمه، وزن زائد، ما قدرناش ان احنا نعالجه كويس، فابتدى يطور لي في خشونه الركبه او خشونه مفصل الحوض او خشونه المفاصل عامه، ابتدى يتاكل السطح الاملس فبدا يحصل الام لهذا المريض. المريض بيبتدي يشتكي ممكن الام من العضلات، الام من الاربطه، الام من المفصل نفسه داخليا، من مستقبلات الالام اللي داخل الركبه، او من الام من المشي نفسه، من الحركه ما يقدرش يمارس حياته ما يقدرش. هل في علاج لده؟ نعم، تخصص علاج الألم أوجد حل لمرضى الخشونة ومرضى خشونة المفاصل عامة، سواء كان بتدخلات محدودة بتتم، وكلما دخلنا بدري كلما قدرنا ناخد نتيجة أفضل. وقدرنا علاج الخشونة أو علاج ألام الخشونة بيختلف، ممكن حقن أعصاب طرفية، حقن مواد علاجية للمفاصل أو للأربطة أو للأنسجة أو للعضلات نفسها، أو يتم حقن البلازما الغنية المنشطة لعلاج الخشونة وتعويض السائل الزلالي اللي بجوه الركبة، فبالتالي نقدر ناخد نتيجة في تخفيف الآلام وتخفيف الاحتكاك، فبالتالي نوجد ده. بالظبط بمثلها
كأننا بنعمل تجميل زي تجميل اللي بيحصل في البشرة احنا بنعمله داخل الركبة، فبالتالي درجة الخشونة هتقل شوية، فبالتالي الألام هتختفي وهنعالج الألم. فبالتالي في فرق ما بين علاج ألام الخشونة وعلاج الخشونة. نعم الخشونة نفسها ده بروسيس، حاجة طبيعية هتحصل زيها زي الشعر الأبيض، ولكن احنا ممكن نجملها وممكن نقلل من أعراضها اللي بالتالي تدينا راحة للمرضى وعلاج لألمهم، فالعيان يقدر يمارس حياته. حاجة مهمة جدا، الحركة مهمة. الحركة هي اللي بتخلي العيان يكون الكولاجين ويكون الكارتليج، فيبتدي مفصل يتحرك. المريض الخشونة اللي مش قادر يتحرك في درجات القوة العظمى اللي هي درجة زي الدرجة الرابعة أو الأقوى ما بيقدرش يتحرك، فبالتالي هو فاقد لجزء مهم، دخل في اكتئاب، مش قادر يمارس حياته الطبيعية، مش قادر يتحرك في أي مكان، فبالتالي حصل له دخل في سيركل كده لابد نقطعها. قلنا نقطع الألم ده نفسه، ده لوحده بيبقى علاج. فبالتالي هناك فرق، وعلاج الألم أوجد حل لعلاج آلام خشونة المفاصل عامة.